أهلا بكم من جديد في معالي المواطن، والرحلة مستمرة في دمياط على يومين متتالية ورا بعض. خلاص مش مشكلة. امبارح والنهاردة العيد القومي النهاردة لدمياط، كل سنة وانتم طيبين. كنا بنتكلم قبل الفاصل، سيادة المحافظ دخل معانا والمهندس ياسر والمهندس أحمد، اتكلموا عن اللي جاي إن شاء الله. أنا معايا مداخلة. مساء الخير أستاذ وليد غطاس. مساء الخير أستاذ مجدي. أستاذ وليد غطاس العضو المنتدب لإحدى الشركات الصناعية، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. أنا من أبناء دمياط. أحسن ناس يا باشا. حاليا الله يخليك. وأنا الحقيقة بحكم العيلة، إحنا عندنا مكان في أحد دول الخليج، مش هقول بستورد، هقول بصدر الأساس من دمياط. يعني حضرتك بتصدر الاساس من دمياط لدول الخليج، ده كويس قوي. بما اني انا مصري، لكن انا شركتي شركه مش مصريه، فما اقدرش اقول ان انا بستورد، خليني اقول بصدر. عايز اقول لحضرتك ان دمياط، معرفش انت حضرتك معايا لو في السن، نقدر نقول ان دمياط كنت زمان بشوف منظر من ايام لما كان محافظ دمياط حمدي عاشور وابو بكر الجمال وحسب الله الكفراوي وعصام راضي وعبد العظيم وزير. بس في العصر القديم كنا بنشوف منظر، واحنا طلبه في المدرسه، منظر كان غريب جدا بالنسبه لنا. الكونتينرز ده كان مالي شوارع دمياط. كل دمياط عباره عن انا اتذكر إيه؟ المهندس احمد حلمي بيقول لك ده حقيقي. فعلا. صح. انا اعتقد كان في واحد اسمه شنشن بالتحديد. كنا بنشوف الحاجات دي، فكنت اسال ايه ده الصناديق دي؟ يقولوا الصناديق دي راح روسيا. مفيش مكان في دمياط، ما كانش في مكان في دمياط سنتي. الكلام ده عهده على مسؤوليتي. دمياط كلها بالكامل كانت عباره عن قلعه صناعيه. انا الحقيقه عايز اقول لك ان انا حزين ومبسوط بالمدينه الرئيس السيسي ان شاء الله ربنا يديه العمر ويحفظه. ده خبر اعلناه من خلال البرنامج يا استاذ وليد. المحافظ اعلنه معانا ان سياده الرئيس هيفتتح خلال اسبوعين. يمكن اهل دمياط كلهم هيبقوا سعداء جدا، لانهم حاسين بالثقه وحاسين بالامان وحاسين بالدور الكبير اللي الرئيس السيسي بيعمله في كل وانه استاذ وليد مهتم الرئيس بالقضيه بالموضوع. بالظبط. لان هو للاسف الشديد عايز اقول لحضرتك، رؤساء سابقين اهتموا بدمياط ولكن مع ايقاف التنفيذ. احنا عندنا ثقه كبيره في الرئيس السيسي لانه ما عندوش تمييز بين المحافظات. مصر كلها ابنائه، بنات مصر كلها بناته، وده اللي احنا حاسينه ولامسينه سواء هنا او المصريين العاملين في الخارج. عايز اقول لحضرتك ان انا مع الكلام اللي اتقال كله بالنسبه للتصدير. لازم دمياط نعرف ان ما فيهاش اتحاد. دمياط كل واحد يحب يشتغل لوحده. اتحاد ما فيهاش العصر ما فيهاش اتحاد صناعات. اقول لك بصراحه شديده جدا، العصر الذهبي اللي فات استفاد منه دمياط 10 اسماء بالتحديد. 10 اسماء بالتحديد يعلمهم الاستاذ احمد حلمي. العشر اسماء دول كان لهم حظ ان احد رجال الدوله المصنعين اللي بيتمتع باسم طيب وسمعه طيبه جذبهم عشان يطلعوا يصدروا جنب منتجه حاجات، منتج اضافي. ففتحت لهم السماء ابوابها وبداوا يطوروا، وانا اشيد بيهم، كانوا عمال عمال صغار في ورش. النهارده ما شاء الله الله يزيدهم، بيطوروا بيسافروا بيسعوا سعي كبير جدا لتمثيل مصر في كل المعارض الدوليه. بشوفهم في معارض ميلانو وبشوفهم، والصلاينه خايفين منهم. الصلاينه بيخافوا منهم. الرئيس الغرفه التجاريه الايطالي المهندس احمد حلمي بيصدق على كل كلامك يا استاذ وليد، واضح انك دارس قوي داخل. انا هقول لحضرتك الاستاذ احمد حلمي، طبعا انا ما اعرفوش شخصيا، لكن اسمع عنه ان الضمايطه بيعتبروه ابنهم او اخوهم. ده شرف ليه، لان هو راجل ايده في الصناعه رغم انه مش دمياطي، ودي غريبه. ما هو بيقول لك خد الجنسيه يا استاذ وليد، خد الجنسيه. خد الجنسيه دي خلاص بقى. ده شرف ليه. اللي عايز اقوله لحضرتك
في مشكله صغيره، مش هتكلم على التصدير الكبير، بس في مشكله انا الحقيقه ما شفتهاش في الحلقه بتاعتك، ودي مشكله خطيره جدا. في ظاهره في دمياط، الظاهره دي اسمها ظاهره السماسره، سماسره الاساس. ايوه. دول عباره عن مجموعه من الناس اللي مش لاقيه شغل، مش هسميهم مسميات. الاستاذ احمد بيقول، المهندس احمد بيقول خطافين. احنا ما رصدناهاش ده تقصير مننا. هقول ناس مش لاقيه شغل، بتقف على مداخل المحافظه، بتاخد العربيه ملاكي، غير طبعا الوقت عندهم صعوبه، وكان الاول ملاكي بقاليه، فالوقت مش بيميز، بس بيعرف من شكل الراجل وياخده ويوجهه لمعرض معين بعينه. الصناعه بتاعته غير مجففه، مفيش منظومه تجاريه غير كامله. في النهايه الراجل بياخد الفرش بتاع بنته او زوجه او مراته او ايا كان الوضع، وبعد شهر الموبيلا دي تبدا في الخراب، وتبدا في الغش التجاري، فيسيء لسمعه دمياط. ده يسيء لسمعه دمياط. احنا بنقول ايه؟ المجموعه الخطافين السماسره ايا كان، اعمل لهم رخصه، اعمل لهم مسمى، اعمل له نسبه، وجهه للمعارض. النهارده هو قننه. المعارض معارض معينه بطريقه معينه بتشتغل. دمياط يا استاذ مجدي بتشتغل بالسمعه. التجار في دمياط بيفرشوا عندهم من ابناء القاهره او المنصوره او طنطا او المحله. من سنه 40 الجد فرش، فجاب الاب، فجاب بنت البنت، فجاب ابن الابن، وهكذا. بس بينزل على تاجر معين يطلب فرش بيته ويروح. النهارده السماسره دول هم بيسيئوا لدمياط، عشان بيروح يتلاعب في الاسعار، والمواطن اللي فاتح ورشه صغيره عايز يبيع، زي ما الكبير بيبيع عايز يعيش، فيبدا يديله منتج غير غير جوده فنيه، ويبدا في النهايه المشكله. منظومه السماسره دي لازم لها حل، لازم لها حل. حضرتك اشكرك جدا الاستاذ وليد الغطاس، العضو المنتدب لاحدى الشركات الصناعيه، وهو بيصدر اساس للخارج، وده دور مهم جدا، يا ريت كلنا نصدر، وحط ايده على مشاكل وعلى حاجات كتيره في دمياط.